A 700 Newton man has a body volume of 0.08 meter cube. If submerged in fresh water, will he float ولا هيسنك؟ والله على حسب قد ايه هنفترض ان الشخص اللي متكوم ده هو بيقول وزنه 700 نيوتن، وطبعا في فوق هنا اف بويانسي، لو دي اكبر يبقى مع كده لسه هيطفو، لو دي اكبر يبقى هيسنك. نقول الاف بويانسي هتساوي الفوليوم ديسبليسد الازاحه اللي هو ده في الجاما ووتر، يبقى عندنا 0.08 وهنا 9.8 اللي هي 9.81 في 1000. 0.08 في 9.8 يبقى الاف بوينسي 7.84.8 نيوتن، اكبر من 700، معناته هو ايه؟ he will float. بيسألني how much could he weigh and still float. نقول up to 784.8 still floating. بعد كده لا، ليه؟ لان الاف بوينسي الماكسيمم بتاعها القيمه دي اللي هو الفوليوم ديسبليسد في الجاما، ما يقدرش خلاص يتحمل اكتر من كده، يقدر يشيل لغايه القيمه دي، بعد كده لا ما يقدرش. اي جسم يوزن اكثر من كده في الحجم ده يغرق، والله لو حجم اكثر ما فيش مشكله.